إخواني أخواتي أيها الحضور الكرام، بمناسبة عيد المسيرة الخضراء المضفرة، تنظم جمعية النور للمسرح والسينما المهرجان الثاني التي تفتخر به في هذه المنطقة، منطقة سيدي مومن. وكان هذا الشعار أو الشعار الذي اعتمدت عليه الجمعية وهو السينما إبداع متجدد، واختارت أن يكون عريس الدورة هو الأستاذ والفنان الكبير المغربي الوطني الأستاذ صلاح الدين بن موسى. وارتأت كذلك رئيسة جمعية النور أن تدمج الثقافة مع الفن السينمائي، وكان اللقاء بالأمس كبيرا، كان كبيرا بعريسه الأستاذ صلاح الدين بن موسى، وقد ترعرع اليوم وظل كبيرا بعروسة هذه الدورة وهي الأستاذة ملكة كذاب الشاعرة المواطنة والوطنية المغربية القحة، التي عرفت لها الساحة الثقافية كثيرا أو عددا من الدواوين. ونرحب في نفس الوقت بمثقفينا وبشعرائنا وبشواعرنا، ونرحب كذلك بمن حضر من هذه المنطقة سيدي مومن. وكذلك نقول على أن بالأمس كانت هناك ندوة كانت تدور حول آفاق السينما، وكان الناقد المعروف الأستاذ توفيق عمور، وكذلك كان بعض النقاد يعني الآخرون من الأستاذ الودغيري أعتقد. وكانت هذه الندوة ناجحة لأن كانت تدور حول يعني الأزمة التي تعيش فيها السينما، ونحن نعلم على أن هذه الجمعية هي تهتم بالمسرح وتهتم بالسينما. وهذه الكلمة التي أقدمها أنا أقدم فقط بالنيابة، باعتبار أن جمعية كازابلانكا تعتبر يعني جمعية شقيقة لجمعية النور، وكلنا يعني ننخرط في المشروع الوطني منه الثقافي وكذلك المشروع الاجتماعي. حتى لا أطيل أقول للحضور الكرام وللمكرمين أهلا وسهلا بكم ومرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.